صباح الخير والفل والياسمين ان كان صباح عندكم ومساء الخير ان كان مساء عندكم. طبعا اليوم قعدت الصبح قلت ما دام الجهال موجودين بالميتنج موجودين اونلاين واولادي الصغار نايمين ما ادري خلينا نشوف الاضاءه اوكي كذي تخليني اصور لكم اليوم. لا الاضاءه تو ماتش صح، خلينا نرجع شويه منها. ايه ترتيبات وتنظيمات المطبخ عندي. طبعا المطبخ انا ستيل بعدي ما سويت الابديت يعني ما غيرته، غيرنا البيت كله، الغرف الصاله من السقف للارضيات كل شيء كل شيء. تخيلوا هذا كان لونه احمر، يعني هذا احمر كان، شوفوا الحين شلون غيرنا. فالمهم حتى البيسمنت كان زيرو، البيسمنت ما عندنا اياه ولا شيء، يعني حتى حيطان ما في، احنا ركبنا له حيطان. فهذا كله ان شاء الله راح اسوي لكم اياه بلوجات القادمة. فعلشان كذي اذا حابين تشوفون تور بيتي بالصالة بالغرف بالبيسمنت، وسويت لي مطبخ جديد بعد بالبيسمنت، فهذا كله عشان تشوفونه اشتركوا بالقناة وضغطوا على جرس التنبيه وسووا لايك عشان يوصلكم كل ما هو جديد من قناتي. فهسه خلينا نروح نسوي لنا كوفي وخليني اوريكم ترتيبات المطبخ. هلاو، طبعا مثل ما شايفين المطبخ لونه ازرق وراي، وهذا اللون طبعا غير مفضل عندي، وراح نسوي له ابديت ان شاء الله. طبعا قاعد تشوفون فوق هنا وراي هذا من متى هذا؟ من ايام المدرسه اتذكر كنا نشتري ويخلونه، يعني اكو ناس الحين يحطونه، يعني شنو هاي؟ anyway هاي الناس اللي قبلنا كانوا مخلينه مو احنا. خلينا نجرب القهوه. يس تمام يلا خليني انا وياكم هسه راح اوريكم على احلى شيء اللي هو هذا. هاي بعد راح نشيلها، هاي موجوده بعد من قرن ما اعرف اللي هي هاي. اوكي اول شيء راح اوريكم هذا الاختراع الجميل اللي انا سويته. كل احد عنده مطبخ صغير عنده مساحه فاضيه، يعني هنا هذه المساحه الفاضيه هنا انا شنو سويت فيها؟ جبت ارفف من ايكيا مثل ما انتم شايفين وخليت فيها هذه الكونتينرات، وخليت كونتينرات هنا للبهارات. واحلى اختراع سويته اللي هو هذا الشيء، راح تشوفونه بايكيا تقريبا سعره 24 دولار. شنو سويته؟ حق البطاطا والبصل، ما عندي بصل لازم اروح اجيب بصل. فشوفوا يعني هاي الفكره كلش حلوه. طبعا هذا الباب هنا اللي هنا على اليمين هذا راح ينصبغ لونه ابيض، وتابعوا قناتي عشان تشوفون بعد التغيير اللي راح يصير بعد ما اصبغ المطبخ كله. اوكي هاي الكونتينرات اللي جبتهم من كاسكو موجودين باي مكان، يعني راح احطلهم رابط اللينك موجود تحت ان شاء الله، راح من امازون اخلي لكم اياها، هي ماركه اكس او او اكس اني واي. اوكي شوفوا هاي المطارات طبعا كلش رهيبات، الستايل مالتهم الالوان اكو منهم بعد اللون الثالث يجي لون اسود، بس حاب اوريكم اياهم. طلبتهم بعد من امازون، راح احط لكم اياهم اللينك اللي يريدهم حق شاي حليب حق اي شيء قهوه اللي تردونها. اما هنا خليت شنو البهارات، طبعا وايد كنت ما احب البهارات ان موجودات فوق واروح اجيبهم واجي anyway، فخليتهم هنا قريبين. جبت قياسين، هذا القياس 8 اوز وهذا القياس اللي فوق اللي هو 6 اوز، وحتى اشوف ان اللي فوق عن اللي تحت رفعتهم بخشبه، خليت خشبتين هنا طبعا راح اسبقهم لون ابيض. اوكي وخليت هنا شنو، خليت تيب وكتبت بي يعني الكلام هنا ما يروح، يعني بقلم ما يروح، حتى اذا اريد اغيرها ان ذا فيوتشر ثاني خليتها بهارات مشكله، اذا خلصت اريد اخلي لها شيء ثاني فعلى طول سهل اني اشيلها واحطن ستيكر ثاني. فهاي من اول الاشياء الحلوه اللي انا سويتها ورتبت لي صراحه المطبخ ورتبت لي شغلات هوايه اللي هو هذا الارفف مع هذه الكونتينرات. في شيء ثاني دائما الفيتامينات والادويه دائما احطهم واحد ورا ثاني فما اشوف شنو عندي، فهذا وايد سهل علي اللي هم الليزي سوزان يسمونه هذا. شوف اخذت كل فيتاميناتي كل الادويه اللي موجوده عندي هنا موجوده،
واخذها بكل سهولة. نفس الشيء استخدمت هاي الصحون المتحركة الصحون الطائرة اللي هو الصحن المتحرك، وهذا الشيء خليت فيها لهاي الصوصات عندي، شوفي تمر هندي، دبس الرمان، الصوص، يعني بحيث انه ما اخليهم شيء ورا بعض وادور وينهم، هاي شنو اللي اريده الف. ونفس الشيء هنا بعد من الاشياء الكلش مفيدة هذا الشيء اللي انتم شايفينه، شوفوا هذا، بحيث انه عطاني هواي مساحة اني اخلي مثلا هنا الكبار اخلي هنا واخلي فوقهم الصغار، يعني اذا ما عندكم مساحة فليش هذا الفراغ كله هذا يروح فاضي حرامات. فشوفوا شنو انا سويت الطريقة، يعني قسمتهم بحيث اني اخلي نوعين من الصحون المختلفة، وايد فايدني مفيد كلش. انه خلونا بالكبت، من الاشياء اللي توني جديد اشتريتها اللي هي هاي حق السكاكين، خليتها وين؟ داخل بالدراور مثل ما انتم شايفين، طلبتها من امازون، يعني حبيت اني اكون السكاكين داخل بالدراور او المجار، لان كاونترات ما عندي، يعني ما عندي مكان وايد انه عشان احطن فيه شغلات هواي، يعني الموجودين فوق الكاونتر ويكفي، فقللت من الاشياء اني اشتريت هاي الشغله داخل الدراور، وجدا مفيدة ووايد حلوة. خليني هسه انا وياكم ننزل تحت بالمطبخ اللي بالبيسمنت وحطيت فيه بعض الشغلات اوريكم اياها. وصلت انا وياكم من المطبخ تحت، ما راح اوريكم اياه كله عشان تتابعوني وتشوفون، راح اسوي لكم جولة كاملة فيه. فراح اوريكم اول شيء اللي هي هذا، اوكي، الشغلات الحلوة اللي وايد احبها هاي. الحلو فيها هي تحطون فيها سجاجين خواشيق، الحلو فيها انها تتوسع، يعني هاي تصغر، اوكي، وتقدرون توسعونها على حسب، تتوسع من اليمين واليسار على حسب مساحة المجال مالتكم، وايد حلوة وايد حبيتها، وهي هاي من البامبو. انا هنا الصراحة بالدراور الثاني خليت بس الجلاسات، خليتها تحت على مود الاولاد يعني يقدرون ياخذونها. ومن الاشياء الحلوة بعد وتساعد على التنظيم وترتيب المطبخ وتعطي شكل حلو اللي هي هاي الكونتينرات، انا خليت بالصغيرة شكر، شاي وبس. هسه خليني افتح لكم اياها عشان تشوفونها شلون حلوة. شوفوا هنا خلى فيها الشاي الاحمر، هنا خلى فيها الشاي الاخضر اعتقد، بيد واحدة ما اقدر افتحها الصراحة، خليني افتح لكم اياها. شوفوا لان فيها هذا يساعدها انها تصير يعني سيلد قوي، انها ما تفتح ولا يدخل بيها الهواء. وهنا خليت الشكر. هسه خلينا نصعد فوق واوريكم شنو الترتيبات والتنظيمات اللي سويتها وين بالثلاجة. تعالوا معنا. طبعا الثلاجة الامهات اللي عندهم عيال مثلي راح يعرفون شنو الثلاجة لما تنظيفها تقعد، انا قعدت عليها اخر مرة 3 ساعات تنظيف. اول شيء انا خالة هنا بالثلاجة فوق هاي عشان ريمايندر، اكتب شغلات اعطيهم بوينت حق الاولاد اذا يسوي شاغب ولا شيء اعطيهم 1 بوينت، اذا لا راح امسحها من عنده، واحط هنا ملاحظات اني ما اقدر الحق الصراحة. وجبت هذيلة من ايكيا حلوات، فيهم منهم وفيهم مغناطيس، واحطها هنا على مود من اغسل انشف ايدي من الماي فيها على السريع. يلا خلينا نفتح الثلاجة وياكم، بسم الله. ترى طبعا انا صراحة تعبت فيها، يقولوا لي يعطيك العافية ترتيبي كلش حلو، يعني يقولوا لي وايد يخبل يعني مدحوني. المهم شوفوا هنا اول شيء للبيت خليت هذا، والحلو انكم تجيبون كونتينرات حق الثلاجة تكون شفافة. عندي هنا وايد جبن، عندي الصوص، فخليتهم بهالطريقة. عندي هاي شغلات صغار مال هيجي مال جبن صغير، مال اذا جبنا من المطعم ولا شيء، كاتشب، فخليتهم كلهم هنا بعلبة واحدة. واحلى شيء هنا عندي الليزي سوزان يسمونها هاي، شوف خليت كل الصوص شغلات اللي نريدها، فايزي احلى ما اخليها واحد ورا الثاني، صراحة هذا اختراع رهيب. طبعا هاي الكونتينرات راح تشوفونها بكل مكان موجودة، انا جبتها من مارشل، موجودة ببيت باث اند بادي، وموجودة بعد بامازون، راح اخليكم اللينك تحت علشان اللي ما فيها حيل تروح تشتري تطلبها اونلاين وتجي لها خلال يومين. بس والله اعتقد اني خلصت معاكم اليوم اللي هي الترتيبات والتنظيمات البسيطة اللي انا استخدمتها بمطبخي. لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه علشان
راح تشوفون ان شاء الله مفاجآت واشياء حلوه قادمه بالقناه. اذا حابين تشوفون جوله في البيت في بيتنا راح اسوي جوله غرفه غرفه على مود تاخذون كل التفاصيل وكل المعلومات. مع السلامه ودمتم بسعاده وخير وامن وامان وين ما تكونون. احبكم. باي باي.